إذن متابعي الكرام مستمعي قناة شوف سبورت كتواجد معكم مباشرة بالجديد ديال تطوان وطبعا الحال بالملعب صار يتسرب لهنا مدينة تطوان اللي غيحتضن قمة الجولة 15 من البطولة الوطنية القسم الوطني الاحترافي الوي هاد المقابلة اللي قررت سلطات مدينة تطوان أنها تجرى بدون حضور الجماهير وكتجرى في غيام الجماهير متابعينا الكرام بدواعي أمنية كيغيب الجماهير وكيغيب الحماس على هذا اللقاء اللي كان صراحه اللقاء اللي كان كيعرف ان الديه شيء كثير متابعين الكرام وكان تساؤل كبير طرف يعني جماعه الاسطوريه عن اسباب غياب الجماهير. اذا لاحظت قليله كتسنى على انطلاق المباراه متابعين الكرام وكنشوفوا معكم يعني متابعين الكرام متابعين قناه سبور هاد الحصص التسخيريه اللي كيقوم بها لاعبي فريق الوداد البيضاوي كذلك لاعبي فريق المغرب التطواني. فطبعا يعني الفريقين بجوج عائدون من خساره في جوله 14 فريق الوداد البيضاوي هزيمه في الديربي وفريق المغرب التطواني هزيمه في القنيطره امام فريق الجيش الملكي ثلاثه الاهداف مقابل صفر صراحه باداء كارثي فريق المغرب التطواني. اليوم كنشوفوا لاعبي فريق المغرب التطواني في أداء مغاير كذلك يعني لاعبي الوداد البيضاوي حاضرين كذلك في المقابلة في ظل غياب اللاعبين اللي تم العرض ديالهم على المجلس التأديبي متابعينا الكرام. إذا هادو هما اللاعبين الاحتياطيين لفريق الوداد البيضاوي كيجرو التسخينات وكذلك اللاعبين الأساسيين اللي غادي يخوضوا هاد المقابلة ديال فريق الوداد. وفي الشق الثاني متابعي الكرام كما كتشوفوا لاعبي فريق المغرب التطواني كذلك دورهم حاضرين في هذه المقابله وكتشوفوا يعني حديث لاعب شاطي البحري مع اللاعب رضواني كذلك يعني لاعب جولوس حديث مع لاعب رقم 6 من فريق الوداد البيضاوي. اذا في نقطه روح رياضيه طبعا رياضي واصدقاء الامس اعداء اليوم هذه هي كره قدم متابعينا الكرام كما كتشوفوا اللقطه وهاد اللقطه متابعينا الكرام لقطه اخلاقيه ما بين لاعبي فريق الوداد البيضاوي ولقطه في قمه الروح الرياضيه ما بين لاعبي فريق الوداد البيضاوي وكذلك يعني لاعبي المغرب التطواني رضواني مع شرقي البحري وكذلك جولوس مع احد لاعبي فريق الوداد البيضاوي اللي كيحمل رقم 6 كان اعتذر لها الوداد باقي ما توصلش لائحه ديال اللاعبين ديال الوداد وما عنديش شي معلومه على شكون هاد اللاعب فكان اعتذر بجماهير الوداديه اللي كتابع على هاد المباشر. اذا تشكيله المغرب التطواني يعني كذلك كتعرف غياب عدد كبير من اللاعبين اهمهم هدف الفريق اصاباتجي بالفعل جماعه التطوانيه ما كانش هناك شي توضيح على شنو الاسباب اللي خلات المهاجم باجي انه غيب على الفريق ف اللاعب باجي جمع اربعه ديال الادارات هادشي اللي خلاه انه يغيب على هذا اللقاء هذا. بطبيعه الحال بعض الجماهير التطوانيه غتقول كيفاش اللاعب خدا ورقه حمراء وهذاك وخدا الادار الرابع وانه توقف فاللاعب باجي ما كياخذش يعني ورقه حمراء مباشره كياخذها عن طريق الادارات وهادشي اللي خلاه انه يجمع هذاك السير ديال الادارات يعني كياخذ جوج ادارات مقابله وتم يعني الطرد ديالو. فاللاعبين الحاضرين اليوم في مقابله المغرب التطواني هما طبيعة الحال يحيى الفيلالي قلب دفاع المدن ياسين أبو زرع ظاهر أيمن حذيفة البحساني ظاهر أيسر اليوم كيلعب جزائري أسباني خط الوسط لاعب ماهر كذلك هلال الفردوسي و زيد بن خاجو مدرسة فريق المغرب تطوان. في الهجوم كنشوفوا يعني نهج مغاير كيدخل به اليوم فريق مدرب فريق المغرب التطواني الاسماعيلي على عكس يعني النهج الاخير اللي ادى الكارثه في الاداء والكارثه حتى في النتيجه اللي هو خمسه في الدفاع
اليوم كنشوفوا لاعب 4-3-3 قلب الهجوم كيتواجد ياسين لامين ايوب الكحل والمهاجم الغطاس اللي كان غائب على مباراة الجيش الملك. اذا هادو هما التشكيلة الأساسية اللي غادي نبدا بها هذا اللقاء فريق المغرب أتلتيك تطوان. اذا كما قلت الإسماعيلي في الحصة التدريبية كانوا بعض الجماهير ديال مدينة تطوان هبطوا للتدريب وتحدثوا مع المدرب بسبب الأداء الكارثي اللي عرفته المقابلة الأخيرة مع الجيش الملكي، وكذلك الاعتماد على المدرب على النهج الدفاعي الآخر وواحد الخطة اللي ما كيعرفوهاش جماهير تطوان، لأن جماهير تطوان كنعترف بأن كاين فوز وهزيمة وتعادل، ولكن نهزموا ونلعبوا الكرة عكس ما أننا نهزموا بلا ما نلعبوا الكرة وما نشوفوش الكرة شنو واحد الأداء اللي هو كارثي. هادشي اللي خلى جماهير تطوان يتسجل على المدرب وطالب بعدة مطالب ديالها، وهادشي اللي شفتوها معنا متابعينا الكرام البارح في ميكرو سبور خاص على شارع تطواني، تحدث في هذا الأمر ووجه رسائل للإسماعيلي. هادشي اللي كيخلي الإسماعيلي اليوم أنه يدخل المباراة بلاش تاكسيكي مغاير على الناس الآخر في مباراة الجيش البيضاوي 4-3-3 التشكيلة ديال المغرب تطواني غادي تكون كذلك، يعني كيف الاحتياط كل من اللاعبين الجدد اللي تم استدعاء ديالهم اليوم هما أبحيح، وكذلك عودة اللاعب كربون لعدد كثير ديال الجماهير التطوانية منهم اللي هودوا التدريب طالبوا المدرب الإسماعيلي أنه يعطيه فرصة. اللاعب كلنا كنعرفوا أنه توقف قرابة يعني عام عن التدريب بسبب الإصابة ديالو ورجع، والمدرب كيقول بأن هذا اللاعب باقي ما رجعش اللياقة ديالو. اليوم كنشوفوا كربون تواجد مع اللاعبين ديال الاحتياط اللي منهم كما قلت رضواني ياسي جبيرة غائب اليوم على هذه المقابلة، يعني لعب احتياط يعني غائب عن التشكيلة الأساسية. كذلك كان جبرو لاعب وعد قولوس كذلك يعني غائب عن التشكيلة، كذلك ماما دوسيك و رجلي بن عبد الوهاب، وكذلك اللاعب بلال بكري. قال هذه هي اللاعبين الاحتياط ديال فريق المغرب التطواني في هذه المقابله، وهذو هما اللاعبين الاساسيين ديال فريق المغرب التطواني. كما كتابعوا متابعينا الكرام هذه هي الاحماءات اللي كيقوموا بها لاعبي فريق المغرب التطواني ولاعبي الوداد البيضاوي الحاضرين في هذه المقابله. وكما قلت وشرت فلاعب فريقي بجوج عائدين بهزيمه وبجوج كيطمحوا انهم يحققوا الانتصار، وكذلك نشوفوا مع يعني الطاقم التحكيمي حاضر في هذه المقابله، وهذا هو الطاقم التحكيمي اللي غادي يقول غادي يقود هذا اللقاء عفوا الثلاثي التحكيمي. متابعينا الكرام اذا هادو هما الاجواء ديال الاحماءات ديال لاعبي فريق المغرب التطواني وكذلك لاعبي فريق الوداد البيضاوي في هذه المقابله اللي عرفت الحديث كثير، خصوصا بعد ما بث موقع الرسمي او الصفحه الرسميه فريق المغرب التطواني خبر اجراء هذه المقابله بدون جمهور لدواعي امنيه. المقابله بدون جمهور لدواعي امنيه ماشي سبب ماشي الجامعه اللي فرضها هذه العقوبه، ولكن اسباب امنيه. الاحداث الشاغبه الاخيره اللي عرفتها المقابله ديال الموسم الماضي بين المغرب التطواني وكذلك فريق الوداد البيضاوي، كذلك احداث الشغب الاخيره اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء في بردوسي، هادشي اللي خلى ان المنع يكون على فريق الوداد البيضاوي كذلك على فريق المغرب التطواني. هادشي اللي خلى الجمهور التطواني يتساءل يقول دواعي امنيه انها تمنع تنقل جماهير الوداد البيضاوي وسمح جماهير المغرب التطواني انها تتابع الفريق ديالها، ولكن هاد الدواعي الامنيه جعلت مقابلة تجرى بدون جمهور لا جماهير المغرب التطواني ولا جماهير الوداد البيضاوي. هذه المقابلة كما كتابعوا معنا متابعينا الكرام بدون جمهور، تمنوا مباراة اللي كيغيب عليها الحس الجماهيري تعطينا واحد المقابلة كروية وفرجة كروية للمتتبع اللي غادي يتابعوا هذه المقابلة عبر
القنوات الناقله لهذا اللقاء. فاتمنى الفرجه تكون في هذا اللقاء هذا، اتمنى تكون هناك اهداف طبعا، يعني فوز غادي يكون الفريق اللي غادي يستحق، والتعادل غادي يرضي الفريقين بجوج. لاعبي فريق الوداد بقياده العميد جبران كتشوفوا متابعينا الكرام كيجريو الاحباءات الضروريه اللازمه ديالهم في هذا اللقاء. وكنعتذر يعني بالاخوان على حساب الصوت ديالي، لان كما كتعرفوا جميع ف نصف من الشعب المغربي كيعانيو من نزله برد، وهذا الشيء اللي كيخلينا اننا نقلكم هذا المباشر بواحد الصوت اللي هو مغاير، ولكن حاضر معكم ان شاء الله اقربكم بكل جديد كيخص هذا اللقاء. متابعينا الكرام ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا على قناتكم قناه الشعب قناه شوف تي في، كل جديد حاصل اللي كيخص هذا قمه الجوله 15 من البطوله الوطنيه القسم الوطني الاحترافي الاول. هذه هي الاجواء ديال الاحباءات متابعينا الكرام، فريقين بجوج عازمين على الانتصار، بجوج بهم كيبحثوا على الانتصار، بجوج بهم انهزموا في الجوله 14. فريق الوداد كثر محبط كثر لان انهزم في مباراه الديربي، شفنا يعني تبعات ديال مباراه الديربي، وكنعرفوا تبعات مباراه ديال الديربي كيكون سخط كبير في الوسط الرياضي او في العائله الوداديه، لان حتى واحد ما كيبغي انه ينهزم فريق ديالو في الديربي. فالوداد اليوم حاضره هنا في ملعب صليت الرمل من اجل الشيء الواحد، وهو العوده لسكه الانتصارات وتحقيق الفوز على فريق مغرب تطوالي. فريق مغرب تطوالي 6 ديال التعادلات وهزيمه واحد، هزيمه اخيره في مباراه في الجوله 14 ضد فريق الجيش الملكي بثلاثه اهداف مقابل صفر مع اداء كارثي، هادشي اللي خلى كذلك يعني سخط داخل المحيط التطوالي وداخل الاوساط التطواليه. عدد كبير من المتتبعين ديال كرة القدم هنا في مدينة تطوان وداخل مدينة تطوان طالبوا برحيل المدرب الإسماعيلي، لأنه كيحملوه المسؤولية ديال الأداء الكارثي، وكذلك كيحملوه المسؤولية ديال الهزائم الأخيرة. كذلك كما قلت ف بعض الجماهير التطوانية الوفية انتقلت لمركز تدريب فريق مغرب التطواني، تحدث رسميا مع المدرب اللي وعدها بأنه غادي يلعب كرة ما غيرجعش لورا، ونتمنوا الفوز كذلك الفريق المغرب التطوالي اللي كان كيستحق الفوز في هذا اللقاء. طبعا يعني علاش كنقولوا قمه الجوله 15؟ لانها كتجمع ما بين فريقين غريقين، فريقين عندهم تاريخ بجوج، وفريقين بجوج كيطمحوا من اجل الفوز وارضاء الجماهير ديالهم. متابعينا الكرام، اذا هذه هي الاجواء ديال الاحماءات والتسخينات قبل المقابله وقبل الماتش ديال هذه الجوله 15. متابعينا الكرام، اذا كتفصلنا نصف ساعة على انطلاقة المقابلة، انطلاقة القمة ديال هذه الجولة. متابعينا الكرام، هذه هي الاجواء الاحمادية ديال هذه المباراة، كذلك قربكم من الاحماءات اللي كيقوموا بها الحراس، والحارس مطيع حاضر في المقابلة، كذلك الحارس يحيى الفيلي. خذ وقتك، يلا جرب يمين يسار، انضم بالكرة. لاعب ونجم اساسي في هذه المقابلة متابعينا الكرام، يعني ونجم اساسي جبرا اساسي. لاعب ابو الفتح اساسي. نحاول نعطيكم يعني اللاعبين الاساسيين ديال الفريق البيضاوي في هذه المقابلة. قيمة وصلت يعني الورقة ديال اللاعبين الأساسيين ديال فريق الوداد البيضاوي، كنعتذر يعني لجمهور الوداد بسبب أن كيغيبوا عليا بعض الأسماء، حتى تشوف الأرقام ديالهم وتشوفهم يعني في لائحة الأسماء ديالهم. مباراة بلا جمهور،
طبعا هذه هي التسخينات اللي كيقوم بها الحراس ديال فريق منهم الحارس يحيى المقطع اللي انتقد الاداء ديال الزملاء ديالو في التصريح قال كاين بعض اللعابه كيتعاونوا في بعض الماتشات وما كيبغيوش انهم يفوزوا بعض الماتشات وخص على جميع اللاعبين انهم يبلوا قابيس الحميدة الهابطة فهو الحارس يحيى المقطع كذلك هو اللاعب الاحتياطي ديال فريق الوداد البيضاوي في الصورة أمامكم من بينهم المهاجم الشرقي البحري سيدنا هذه الاجواء الاحماءات اجواء الاحماءات واجواء التدريبات والتسخينات اللي كيقوم بها لاعبي فريق بجوج لا فريق المغرب الثاني ولا فريق الوداد البيضاوي تلاقاو مع البدايه ديال انطلاق المقابله وكنحييكم متابعينا الكرام على هذا المتابعه.